السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدي قناة ثقافة معلومة في كل مكان. يشهد موسم رمضان 2020 تواجد لعدد كبير من أهم نجوم الدراما التلفزيونية في مصر، والذي يتابعهم الكثيرون من الجمهور والمعجبون الذين ينتظروا أعمالهم بشغف. وفي كل عام يكون واحدا من الأسئلة البارزة التي يتداولها الجمهور هو قيمة أجر الفنان في العمل الذي يقدمه على الشاشة الصغيرة. حصلت الفنانة ياسمين عبد العزيز في مسلسلها ونحب تاني ليه، وهو ثاني تجاربها الدرامية بعيدا عن الكوميديا، على مبلغ 5 مليون جنيه. تقاضت الفنانة نيلي كريم ما يقرب من 7 مليون جنيه في مسلسلها ميت وش، الذي تأجل الموسم الرمضاني 2019، وتخوض به نيلي المنافسة في أول عمل كوميدي لها في رمضان بعد سلسلة من أعمال التراجيديا التي اشتهرت بها خلال السنوات الماضية. الفنان ياسر جلال حصل على 9 مليون جنيه نظير بطولة مسلسله الفتوة، ويخوض الفنان أمير كرارة دراما رمضان بمسلسل الاختيار، والذي تقاضى عنه مبلغ 11 مليون جنيه. أما الفنان محمد رمضان فقد تقاضى هذا العام عن مسلسله البرنس حوالي 18 مليون جنيه. ويأتي في مرتبة الأعلى أجرا الزعيم عادل إمام، إذ تقاضى مبلغ 40 مليون جنيه عن مسلسله فالنتينو. رمضان كريم، مع خالص أمنيتنا لكل الفنانين بالنجاح والتوفيق، والمشاهدين بمشاهدة سعيدة. كل عام وأنتم بألف خير. إذا أول مرة بتشاهد قناة ثقافة ومعلومة، لا تنسى لايك واشتراك في القناة مع تفعيل الجرس ليصلك كل جديد. مع أجمل وأرق تحياتي وتحيات أسر الثقافة ومعلومة.